تسمحون لنا؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا ومسهلا، الله يحييك. الله يبارك فيك ويبقيك ويسمع. معنا والد سعد الشهري. ما شاء الله. نعم، مرحبا. الله يبارك فيكم. سلام عليكم. عليكم السلام. يلا حيا. كيف حالكم يا النشارة؟ الله يحييك. يا هلا ومرحبا. كيف حالك يا سعد؟ وين سعد؟ وين سعد؟ ابو سعد، يلا سعد ما يحتاج. ما شاء الله، بيجي سعد ان شاء الله. وتكفى لا من نجاة، عطى كذا كلمتين عشان ما عاد يغيب. وينك المحزم؟ قريب سعد الحين يجي ان شاء الله. عنده اجتماع مع زياد يا ابو. فوق بيجي. كيف حالكم جميعا؟ يا ابو سعد، شباب ابو سعد، ترى سعد نايم وصحينا عيه يصحى. شفني اعلمك. اهدوا شباب، اهدوا. فأبيك توجه رسالة لسعد والإخوانه المتسابقين اللي يغيبون على الفقرات، ايش رايك فيهم يا ابو سعد؟ خليه يجيني على بال ما يجيك ابو سعد. نبي رسالة توجهها للشباب هذول، كل احنا كلنا عيالك. الله يطول عمارهم ويبارك فيهم، وهم والله نشامة. جعلنا معدنك سعد. انا حزنت عليه انه راح على القناه، قلت ثلاث شهور بروح القناه، لكن بعد ما شفت اخوانه وشفت القناه وشفت المدره كنا في بيتي. يا حبيبي الله يسعدك يا ابو سعد، هذا من لطفك، جعلنا معدمك يا ابو سعد. الرساله اللي بوجهها للشباب، اسلم الرساله اللي بوجهها للشباب، انا اقول عني لو اني متسابق معهم خدت الاول. كفو والله قدها وزود. لاني اول شيء البث يغيبون عنه، الحاجة الثانية واللي مفروض ما يغيبون عنها لا في قناة ولا في غير قناة، الصلاة. يا سلام. ولا المبادرات. هم ليش جاءوا غابوا على أهاليهم وغابوا عن أخوانهم وغابوا عن ربعهم إلا لهم هدف. جميل جميل. أرسم لك هدف. يا سلام. ملايين المتابعين يشاهدونهم، والله حنا من جماهير سعد وجماهير طال عمرك. يعني لما شو يتأخر عن البث، يتأخر عن صلاة، يتأخر عن كذا، يخصوا علينا نقاط، أن نتأثر والله. جميل جميل. يجب عليهم أن يقدرونا ويقدرون جماهيرهم، يقدرون المدراء حقينهم، يقدرون المشرفين، يقدرون القناة، ويكونوا متواجدين. هم نشامة، أنا والله أني سعيد وممنون من خوتهم صراحة. الله يسعد. بين الجمهور والله أنا أقول صادق. سعد باقي ما جاء، وسعد تراه راقد، لكن لا منه صحب نطلب اتصال ابو سعد، لكن يبي يكلمك ولدك عبد الله الشهراني. ونعم صبي شهران. ما عليك زود نفداك يا ابو سعد، وش حالك؟ الله يعافيك. سعد فوق وكان في المطبخ في غدوه ورقد، الرجال ما رقد زين. ابغى انشدك، انت من جده؟ ايوه. ونعم عندي، خلوه يجي جيبها. يا عبد الله، يا عبد الله لبيه. حضر حي ولا ميت؟ على خشم. يلا. طيب على اخوياك، انا شدت اخوانك وانهم مطالق كلهم. ابو سعد اسلم، بيكلمك اخر واحد مسعود بن شعفون. مرحبا ابو سعد. ونعم والله ابو شعفون، هذا والله انا من جمهور سعد ومن جمهور بن شعفون، صوته بس انه ما يرفع على بالمسحوق. يا رب طويل، يعني من قبل في الجنه. يا مرحبا، هذه برك الساعات. يوم كلمت انت والله كنا نكلم شايبي. يا مرحبا بكم. الله يطول عمركم، والله ان كل رجال فيكم كنا ولدي. جعل عمرك طويل ومرحبا بك. انا والله الذي لا اله الا هو سعد، حزنت عليه يوم راح ثمان شهور، لكن يوم شفت خوتكم وشفت احترامكم لبعض وشفت والله ان كنا في البيت. طيب المقالب اللي سويها سعد جديده ولا مبطي؟ لا والله من مرضي، لكن ما كان حاطني في السناب عنده، ولا لكن لما لقى لي فضحته علمتني به. وان شاء الله بيجيني واسوي في المقلب ينسى المقالب كلها. يا مرحبا بكم. الله يرضى عنك يا ابو سعد. انا استاذك يا ابو سعد، اول ما يجي سعد بطلب اتصالك. اول خليك يا سعد كلموني. انا ابغاكم لكم عندي بيتين قصيده بعلمكم. اسلم اسلم. وانا ادري فيكم شعاع وفيكم علوم. لما جاء سعد البيتين ما تجي الحين ابو سعد؟
تبون اعلمكم باب الحين تبون لجا سعد؟ يلا خلينا نجي سعد وبندق عليك ان شاء الله. الله يحفظك. في امان الكريم يا ابو سعد، الله يحفظك. شفتوا يا اخواني مثل هذه الاتصالات من هذه الاب، والله شوف يا جماعه حملات الاباء